يسعدني ويشرفني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن كافة زملائي منسوبي الهيئة الملكية بالجبيل أن أتقدم بالتهنئة لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين حفظهم الله بهذه المناسبة العزيزة علينا جميعاً، وهي مرور 50 عام على تأسيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع. ويحق لنا اليوم أن نفخر بهذه المسيرة الحافلة بالمنجزات والنجاحات على المستوى المحلي والعالمي المتحققة خلال 50 عام الماضية، ما بين منجزات صناعية ومشاريع تنموية، متطلعين لتحقيق المزيد من الإنجازات في شتى المجالات.